سيد عبد القادر، اهلا بك الى برنامج السابع. مرحبتين بك سيد الفاضل ومرحبتين بكافه الساده المشاهدين الكرام، حي الجميع تحية الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله. نعم عليكم السلام. سيد عبد القادر، باعتبارك مدير مركز المناهج، يعني لماذا التاخر في تزويد الطلبه بالمنهج؟ هل السبب هذه السنه مادي ام تنظيمي ام ما هي الاسباب بالتحديد؟ حقيقه واكب ما اشار اليه السيد مدير مكتب الاعلام بالوزاره، نحن في مركز المناهج التعليمية حاولنا من أجل توفير الكتاب المدرسي السير في طريقين متوازيين. الطريق الأول وهو توريد الكتب منطقة الشرقية، للأسف الشديد كافة المحاولات يعني لم تثمر إلى حد الآن. الطريق الثاني الموازي وهو التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي كالعادة. نحن طلبنا الإذن بالتعاقد المباشر نتيجة للإخفاقات التي حدثت السنة الماضية والتأخر الذي حدث السنة الماضية. أردنا أن الوزارة تقوم أو تطلب بهذا الدور وتقوم بتوريد الكتاب المدرسي. فطلبنا الإذن من مجلس الوزراء بطلب من حكومة الإنقاذ من نهاية شهر 2 بالنسبة لي، يعني راسلت الوزارة والسيد الوزير راسل مجلس الوزراء في بداية 3، ولكن للأسف الشديد خرجت حكومة الإنقاذ من مقرها بطريق السكة ولم تقم بالفصل في الموضوع سواء بالتعذر أو بالموافقة، وهذا الحقيقة جعلنا في موقف محرج، حيث ضاعت الأربع شهور الأولى اللي هي الشهور الثمينة كانت من الأولى أن يتخذ فيها إجراء لتوفير الكتاب المدرسي، لأن عملية الطباعة والتوريد تستغرق في المعتاد 3 أشهر، الطباعة والتوريد والتوزيع، يعني وضعت 3 أشهر في المسألة لم تتم الاستفادة منها. عند دخول حكومة الوفاق تقدمنا بمذكرة للسيد الوزير أيضا شرحنا فيها الخطوات التي اتخذت بالخصوص والعوائق الموجودة حول الخاصة بتوفر الكتاب المدرسي مع عدم وجود ميزانية، ميزانية في الكتاب الحقيقة لم ترصد إلى عند الآن للأسف الشديد. الإخفاق في الدولة الليبية الموجود في كافة القطاعات موجود في التعليم. طيب يعني سيد عبد القادر، يعني ذكرت أن الميزانية لم ترصد حتى الآن للمنهج، إذا على أي أساس تم تأجيل الدراسة؟ يعني تم تأجيل الدراسة الحقيقة من خلال وعود متحصلين عليها من السادة بديوان المحاسبة بتسهيل إجراءات فتح الاعتماد وتوفير الميزانية. نتمنى أن هذه الجهود تثمر أيضا من خلال التواصل المباشر مع المجلس الرئاسي. أوعدوا بأنه ستكون هناك اعتمادات مستندية للشركات، في حال تم الإساءة بهذه الوعود سيكون هناك كتاب مدرسي، في حال لم يتم الإساءة بهذه الوعود سيتأخر الكتاب المدرسي وسنجد أنفسنا مضطرين تأجيل العام الدراسي بالكتب القديمة. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد القادر بوجلالة مدير مركز المناهج، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل.